يوسف فخر الدين. خاض العمل الفني صدفة، وساعدته وسامته وحياته الأرستقراطية في الاشتراك في البطولات الجماعية. ورغم أنه شقيق الأصغر للفنانة مريم فخر الدين، إلا أنه لم يشارك في بطولة مطلقة وابتعد عن الفن والأضواء واستقر في اليونان. إنه يوسف فخر الدين، ولد في 15 يناير عام 1935 بحي مصر الجديدة من أم مجرية مسيحية وأب مصري مسلم، وهو شقيق الأصغر للفنانة مريم فخر الدين. كان مكروها لدى أخته الفنانة مريم فخر الدين، فكانت تشعر بكراهية شديدة تجاهه. فعندما ولد نامت هي والأول مرة بعيدا عن سريرها، لأنه نام مكانها أول ليالي في غرفتها. وعند إصابتها بمرض السعال نصح الطبيب والدتها بالابتعاد عن يوسف، لكنها كانت تنتهز فرصة غياب والدتها وتتنفس في وجهه لإصابته بنفس مرضها. تربى يوسف فخر الدين تربية منغلقة، وأبوه كان رجلا متشددا، وهذا كان سببا في خجله الدائم. قدم العديد من الأعمال الفنية، منها حب من نار، الشيطانة الصغيرة، إحنا التلامذة، حماتي ملاك، شمس لا تغيب، بين الأطلال، البنات والصيف، الأشقياء الثلاثة، حياة عازب، الرسالة الأخيرة، لصوص لكن ظرفاء، إخواته البنات، ودائرة الشك. اعتزل الفن بسبب وفاة زوجته الفنانة نادية سيف النصر، التي توفيت في حادث سيارة ببيروت، وأصيب بالاكتئاب وسافر إلى اليونان. استقر في اليونان وعمل كموظف استقبال في أحد الفنادق، ثم عمل كبائع للإكسسوارات، وتزوج من المرأة اليونانية صاحبة المحل. لم يعد إلى مصر إلا عام 1997 في زيارة لعدة أيام من أجل الإطمئنان على شقيقته. وفي عام 2002 توفي باليونان، ودفن جثمانه في أثينا. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.